ونمشي معكم للحظة في آخر فقرة في رشيد دون ساديس لي سيليبريتي نيوز. توت لاكتو ديال المشاهير اللي عزاز عليكم سيليبريتي نيوز على شادا اف ام. غنبداو أول خبر مع الداعية المغربي رضوان عبد السلام اللي تشهر في الآونة الأخيرة بطريقته الكوميديا باش كيناقش وكيعالج المواضيع الدينية. وكهذا الأخير انتقد حركة ما ساكتاش اللي كدعو النساء المغربيات باش يخدموا السفارة في حالة تعرضوا للتحرش. وقارن رضوان وضع المغربيات بالنساء الأجنبيات حيث أنه أشار أننا كنعانيو من مشاكل كثيرة في المجتمع ديالنا خصنا نوقفوا عليها من غير تحرش. وقال من خلال مواقع التواصل الاجتماعي عطاو حقها في التعليم، في الصحة، في الشغل، في السكن، في الرعاية، في الإرث. صافي المرأة بقى لها غير مشكل التحرش، كيضحكوا عليها عطينا سفاره باش يخليوها ضحكه بين نساء العالم. نذكروا ان حركه مسكتاش بدات الاسبوع اللي فات تحت هاشتاغ الى تصر صفري، اللي كدعو المغربيات باش يستعملوا السفاره في حاله تعرضوا للتحرش في الشارع العام والفضاءات العموميه. جادور داك السيد فريمون عندو ما يقول انا بعدا فرحانه بزاف حيتاش الحمد لله ولا كيتسمع الصوت ديال المغاربه دوليا وخاصه المغربيات، حيت ان تمكنت طالبه شابه في مقتبل العمر واللي الاسم ديالها اميمه دكان كتنحدر من مدينه ستات من الفوز بلقب احسن مناضره دبلوماسيه في برنامج الامم المتحده، حيت فوقات على ما تقارب 180 عضو في المجلس. وكتواصل اميمه الدراسه ديالها بجامعه سوم كيونغ بكوريا الجنوبيه تخصص اداره اعمال من بعد ما سالت قريتها بالمعهد العالي للتجاره واداره المقاولات، وذلك في اطار اتفاقيه شراكه ما بين البلدين. برافو. الى كلا سيت في برافو شال ابري 22 برافو اون فوا لابلودير هان سي فوالا سي هادو هادو لي زيزامبلير سك لير سك عليهم ها. وغادي نختموا اخبارنا اليوم مع سلمى رشيد. الجيدي جابوا الغرام في نصاصات الليل. الجيدي خرجت الفنانة المغربية سلمى رشيد على الصمت ديالها من بعد ما تداولوا مجموعة كبيرة من النشطاء الصورة ديال زوجها. وردت الفنانة المغربية بطريقة مباشرة على هاد الناس من خلال حسابها الرسمي بموقع انستغرام ستوري، كتحمل صورة عليها عبارة اون انجلي عنات بها حياة خصوصية هي حياة سعيدة.